صلوا 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 على رسول الله. قبل أن نبدأ الفيديو أرجوكم أعزائي لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب الآن، لأن ذلك يعبر لي عن حبكم للقناة. إن قصة هذا الأب رائعة حقا. هذا الأب كان يخاف من كل شيء، يخاف من الكلاب، ومن المطر والبرق والرعد. وحتى أنه يخاف من الظلمة. هذا الأب عندما يرى نقطة دم يشعر بالدوار ويسقط على الأرض. حتى عندما يكون مع طفله يخاف من الكلب، ولكن من أجل طفله بدأ يبحث عن حلول. أصبح يتحمل المطر والبرق والرعد من أجل طفله. وأصبح يجلس في الظلمة وهو خائف، ولكن من أجل طفله. كان هناك سيارة مسرعة، فركض الأب إلى ابنه وحماه، وكل ذلك بفضل الله وحمده. نعم أعزائي، ركض وحمى طفله ونسي أي شيء موجود عنده من الخوف. الأب مستعد أن يضحي بحياته من أجل أطفاله. وهنا الطفل نظر إلى أبيه وقال: أبي أنت تنزف. الأب وضع يده على رأسه ونظر إلى الدم. ولكنه لم يشعر بالدوار ونظر إلى ابنه وابتسم، ومن ثم حضن ابنه وهو فخور به كأب. نعم، أن تكون أباً ستكون أكثر شخص شجاعاً من أجل أطفالك. يا الله، إن كل ما يفعله الأهل هو من أجلنا نحن. هل ترى أمك متضايقة عليك؟ لأنها تهتم بمصلحتك. هل تجعل أباك متضايقاً منك؟ احذر عزيزي أن تفعل ذلك، فهم أغلى ما في الحياة. أرجو مشاركة هذه القصة مع الجميع. أرجو مشاركة هذه القصة الآن مع الجميع. أنت أول اللي عرفته، يا أول إنسان شفته، قلبي هواك وملكته يا أبوي يا تاج راس. بالله شلي بقوله عن طيبتك والرجولة، يحيي روحه وزوله يا ابوي يا تاج راس، يا ابوي يا تاج راس. انت اول اللي عرفته، يا اول انسان شفته، قلبي هواك وملكته يا ابوي يا تاج راس. بالله شلي أكرم ما يدي يدينا
بجهد قلبك وعينك وعطيتنا من سنينك يا ابويا تاج راس يتعب على اللي نريده ويقدمه من وريده لو كان ما هو بيده يا ابويا تاج راس يا ابويا أفنيت فينا شبابك واخفيت عنا عذابك وسقيتنا من سحابك يا ابويا تاج راس بعوضك في مشيبك خادمك وانا طبيبك غير القدر ما يصيبك يا ابويا تاج راس يا ابويا تاج الله يا الله كم أننا في نعم كثيرة ولا نحمد الله عليها. أبوك يراك وأمك تراك، قل الحمد لله. أنت ترى وتسمع، قل الحمد لله. قل الحمد لله دائما وأبدا، فنعم الله لا تعد ولا تحصى. الأب أيضا يمتلك قلبا مليئا بالحنان تماما مثل قلب الأم. الأب هو من أجمل الأشياء، هو والأم. يا الله كم أن الأب والأم غاليين. متى آخر مرة جلست مع أبيك أو أمك؟ أخبرني. اليوم اذهب إليهم وقبل أيديهم. أمك وأبوك برضاهم سوف يرضى الله عليك. كم أن الأب والأم يربون ويكبرون وينتظرون منا فقط ابتسامة. الأب والأم لا يريدون منا أي شيء إلا أن نكون سعيدين. أرجوكم اعتنوا بأمهاتكم وآبائكم، فهم كل الحياة. دعوني أخبركم شيئا، ادرسوا جيدا، فرحوا آباءكم وأمهاتكم. تخيلوا معي اليوم الذي تأتون به ناجحون إلى أمكم وأبيكم. والله إنهم يعملون طوال الحياة فقط من أجلكم ومن أجل مستقبلكم. أخفضوا صوتكم وأنتم تناقشوهم، ابتسموا في وجههم. الآن قوموا إلى أبيكم وأمكم وقبلوا أيديهم وشاركوا هذه القصة مع الجميع كي يعم الخير. أرجو مشاركة هذه القصة مع الجميع وعلى واتساب وفيسبوك وكل مكان. دعونا نتغير للأفضل، هذه أمانة بأرقى بكم. أحبكم أعزائي، واترك لي لايك وتعليق لكي أستمر بهذه السلسلة. ما في شخص بطيبته ما في أفدي قلبها الصافي من يشبهك يا أبو. Yeah.